هذا وتعتبر زيارة رسمية وتاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين خلال الفترة من الثالث إلى السادس من نوفمبر الجاري، تلبية لدعوة جلالة الملك المعظم، تعتبر الأولى لقداسته للمملكة، حيث يشارك قداسته أثناء الزيارة التاريخية في ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، والذي يعقد تزامنا مع زيارة التاريخية بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين. وتعتبر مملكة البحرين المحطة العربية السابعة والدولة الثامنة والخمسين في سلسلة زيارات قداسة الحبر الأعظم للخارج منذ تولي رئاسة الفاتيكان عام 2013، حيث قام البابا فرانسيس على مدار 9 سنوات بعدة زيارات بابوية مهمة إلى دول العالم، كان أكثرها تأثيرا تلك التي قام بها إلى الدول العربية التي بث من عواصمها رسائل سلام ومحبة ودعوات عالمية من أجل العيش المشترك ونبذ الصراعات والحروب والتطلع إلى مستقبل أفضل تسود فيه ثقافة الحوار والتعايش الإنساني الفاعل. وبدأ قداسة باب الفاتيكان أولى جولاته العربية بعد عام من توليه الكرسي الرسولي على رأس الكنيسة الكاثوليكية بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية في مايو 2014، وكانت دولة فلسطين المحطة العربية الثانية في إطار زيارة البابا للأردن. وفي إبريل عام 2017 قام قداسة الحبر الأعظم باب الفاتيكان بزيارة إلى جمهورية مصر العربية، كما قام قداسته بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2019، عقبتها زيارة إلى المملكة المغربية في مارس 2019. كما قام باب الفاتيكان بزيارة إلى جمهورية العراق في مارس 2021.